السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متتبع قناة سفير نوايا الحسنة تي في. اليوم إن شاء الله وبقدرة الله غادي نتكلم على التطبيق ديال إنشوط. بعض الإخوة أو الأخوات اللي باقين مبتدئين باقين كيلقاو مشكل أثناء المونتاج، وطلبوا مني باش نصايب لهم هذا الفيديو اللي هو فيديو بسيط، ونتمنى من الله ينال الاعجاب ديال الجميع، ويكون الشرح ديالي واضح ويكون الشرح ديالي مفهوم. مرحلة كندخل الفيديو، لا فيديو ديالي هما هادو. غادي نختار الفيديو اللي غادي نخدم عليه كسبيل المثال. غادي ناخذ هذا الفيديو، غادي ناخذ هذا، غادي ندير اوكي. لا فيديو ديالي هو هذا. دونك انا عندي فيه الصوت، هذا الصوت بغيت نحذفه. غادي نجي الفوليوم، غادي نهبط للزيرو، انتقل للفيديو الثاني كذلك غادي نهبط للزيرو، غندير اوكي. دونك انا ما بقاش عندي الصوت. هنا في الاول غادي نلعب على الشاشه ديال الفيديو، كنختار اللي بغيت انايا. انا غادي نخدم على هذه، غندير اوكي. هنا الا بغيت نركب شي موسيقى على الفيديو كنجي الميزيك، كندخل على ميزيك مره ثانيه، كنجي الميزيكا مرة أخرى، وكنختار الموسيقى اللي عتناسبني أنايا. أنا غادي نختار الموسيقى الأولى عندي. دونك هالفيديو هو عليه الموسيقى. هنا عندي الإضافات، إلا بغيت ندير شي إضافة على الفيديو، أنا غادي ناخذ هاد الإضافة هذه وغادي نجيبها هنايا بحال هكا، ندير أوكي. غادي نتيري هاد الإضافة حتى الأخير تاعي. مزيان. هنا لو بغيت نكتب على الفيديو ديالي شي حاجة، هيا كتبت نسيم والبحر، غادي نختار الكولور اللي غادي يناسبني، غادي ناخد هاد اللون، غادي نجيبه هنايا، غندير اوكي. غادي نتيري حتى هي حتى الاخر. مزيان. هنا كاينه واحد النقطه مهمه. مزيان، الا بغيت عندي فيديو وندير عليه فيديو اخر، غادي نكليك على هذه هاك، غادي نختار الفيديو اللي يناسبني، غادي نختار هذا، غادي نجيبو هنايا مثلا. مزيان، ها الشكل ديالو كيفاش غادي. هنا الا بغيت نقص من الفيديو، دابا بغيت نقص من الفيديو الاول انايا، غادي نكليكي على المقص هكا، غادي نشوف القدر اللي بغيت نقص انايا مثلا هكذا. مزيان، انا نقصت من الفيديو ديالي دابا. غادي نقسم هذا حتى هو، غادي نكليكي على المقص مره ثانيه، غادي نشوف القدر اللي بغيت نحيد بحال هكذا، غندير اوكي. دونك انا نقصت منه حتى هو. مزيان. دابا هنا الا بغيت نضيف شي صور او الا بغيت نضيف شي مقطع ديال شي فيديو اخر، غادي نكليكي على هذا الزائد هاك، غندخل الفيديو، غادي نختار الصور، عندي هاد الصور هادو مثلا، ندير اوكي. هاد الصور ديالي هما هادو. هنا فين عندي هاد النقطة بيضاء، الا بغيت ندير شي اضافة غنكليكي عليك بحال هكا. الاضافات فين هما؟ غادي نختار هاد الاضافة،
هشك النهائي ما تتكرر بالاحلام. هاد الصوره الا بغيت انتيري الصوره انكليك عليك بحال هكا وغادي نختار القدر اللي بغيت انايا بحال هكذا بحال هكذا مزيان. دونك عندي لهم الاضافات ديالهم غادي نختار قلبي عجيني بهالطريقة صرت انا بوبتك. غادي نجي الاضافة الاخرى نختار مثلا مزيان نختارها دونك انا كملت الاضافات ديالي. ما تتكرر بالاحلام افرش هكذا راني كملت المونتاج ديالي بطريقه سهله. دونك غادي ندير اونجستري الفيديو ديالي غادي نختار الجوده اللي بغيت انايا. انا كنفضل دائما نخدم ب 1080 غادي ندير اونجستري اخوتي اخواتي هكذا راني كملت المونتاج ديالي ونتمنى من الله انه الشرح يكون مفهوم ويكون واضح ونتمنى لكم مسيرة موفقة ونطلب من كل واحد باقي مبتدئ يستمر في المجال وراه كل شيء سهل حتى شي حاجة ما هي صعبة ونتمنى لكم مسيرة موفقة ان شاء الله. Bir defeli dönme geri o sevdiğin o da sen unutaram seni ömürlük düşmezsen ya da sen geç bir defeli dönme geri o sevdiğin o da sen unutaram seni ömürlük düşmezsen ya da sen seni koydum vicdanın ile baş başa gittim ben gedişim hiç gelmedi senin için hoşa gittim ben Unutuldun sen benim için vefasız bir insan Sana yaraşan ile tekliğidir tek yaşa gittim ben Unutuldun sen benim için vefasız bir insan Sana yaraşan ile tekliğidir tek yaşa gittim ben Geç bir defeli dönme geri o sevdiğin o da sen Unutaram seni ömürlük düşmezsen ya da sen Bir defeli dönme geri o sevdiğin o da sen